بالدرجة الأولى أنه إحنا نعرف الإطار التنسيق مثل ما تفضل أخونا يقول أنه حزب تابع لإيران، هاي بالدرجة الأساسية. أما خلافات بيناتهم أبداً ماكو، لأنه هو هذا النظام يعتبر أو السوداني يعتبر أنه مبارك من الزهراء ومن الإمام الحسين، فهو هذا آخر رئيس وزراء عند الإطار التنسيقي. وكل الشعب العراقي يعرف أنه بعد ما أجا آخر شيء يعني بعد ثورة تشرين وانتهى الإطار التنسيقي، أعتقد هو نقذ مقتدى الصدر بعد ما قمع ثورة تشرين، بس بالحقيقة أنه هو هذا رئيس الوزراء الأخير للإطار التنسيقي، بالخصوص أنه بعد ما شفنا التسريبات اللي ظهرت خصوص قيس الخزعلي أنه يريد يترأس أو الحزب ما يترأس المخابرات، وشفنا الشارع العراقي شلون كانت إلى ردة فعل. بس اليوم الإطار التنسيقي مستعد يقعد مع الشيطان، مو مع إسرائيل ولا أمريكا، في سبيل يمرر الحكومة مالته. يعني لا، هاي آخر حكومة له.